سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذا المشط الكهربائي غيبلون الاصلي، حيت فيه بزاف الانواع. غير خاصنا نتاكدوا قبل ما نشريو. هذا المشط كيجي بحال هكا الاصلي، كتكون مكتوبه فيه غيبلون مطبوعه، واللي كيكون مقلد ما كتكونش فيه. وزيد حتى في الجنب ديالو حدا البريز هنايا كيكون بالغوز. وبالنسبة للأصلي راه ما كيكونش، ها انتم شوفوا معايا كيفاش كيجي. هانتوما البنات، وتا البريز ديالها كيجي طويل بزاف، وفي نفس الوقت ملي كتصيبوا شعركم راه كيدور. وهذا المشط هذا عودني بزاف على السيشوار، حيت بلاصه ما نبقاش هاده مشطه والسيشوار باليد هكا وهكا. دابا وليت كندوش النيشان وكنصايب بهذا المشط هذا. شوفوا معايا هنا غنصايب الشعر ديال اختي بيها، شوفوا كيفاش غايجي. Thank you.
كيفاش كان قبل وكيفاش ولا دابا. شفتو هانتوما، كنصحكم البنات تاخذوا هذا الموشط هذا غير قبل ما تاخذوه، تاكدوا مزيان واش اوريجينال ولا لا، حيت فيه بزاف الانواع. انا بالنسبه لي انا منين خديته من واحد الباج في انستغرام، كتجي بالساعه ديال برا اوريجينال البنات 100% على حسابي البنات. اللي بغات تاخذو تكومونديه من عندها، وسميت الباج ديالها بيوتي باي كوكي، وغنخليها لكم هنايا. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم لا فيديو، نتلاقاو في الفيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.